خلال مشوارك الفني كله أكو محطة ندمت عليها، ندمت لأنك سويتها عمل، مسرحية، برنامج؟ أبد ولا واحد؟ أبد. حتى المسرحيات؟ أبد. أنا المسرحيات كلها، كل مسرحيات يشهدون المنتجين والمخرجين. أول شيء ما أرقص بالإعلان ولا أرقص على خشبة المسرح. ودائما الرقص، الرقص ممكن يكون أوكي أرقص بس قدم مادة حلوة. شيء بوقته. عادل إمام هو يرقص. ممثلين هو يرقصوا. أي مو غلط، أنا قصدي هي. بس ترقص، بس ترقص حتى يشوفك إن ترقص، لا أرقص حتى أنقل صورة. زين، سمعنا مؤخرا إنه اسم حضرتك ومجموعة من الأسماء صارت قوائم سوداء بالنسبة لقنوات معينة تحت مسمى هذولا محروقين أو هذولا مكررين أو نجوم الدور الواحد كأنما يعتبروكم، صح هذا الشيء؟ هذا موجود بكل مجتمعنا وبكل الأوساط. يعني أنت من تشوف واحد طلع أكثر من مرة أكثر من مرة، الناس تريد التجديد. حلو، أنت لازم تجدد. هاي سترة تقدر تلبسها شهر كامل يومية؟ لا طبعا، فمن حقهم. هو مو احترق لأنه خلص. لا، أكو قسم من الفنانين نفس الكاركتر صار لهم سنوات أبد ما طور نفسه. هذا يعتبر يحترق. ثانيا، إدارة كل قناة هي عندها خصوصية وعندها سياق عمل تشتغل عليه. طيب.